اللاعب المغربي طارق تسودالي يغيب عن كأس العالم بسبب تمزق في الرباط الصليبي. قام اللاعب طارق تسودالي بنشر بوست عبر انستغرام والذي تفاعل معه الكثير، وقال فيه: لعبت مبارياتي الأخيرة خلال 6 أشهر على الأقل، الكثير من الأحلام تلاشت، لكن الله لديه دائما خطة أفضل من خطتي. أعدكم بأنني سأعود أقوى، أتمنى لفريقي كل النجاح هذا الموسم، وسأكون حاضرا في مباريات البلاي أوف، وسأساند المغرب في المونديال. البوست الذي قام بنشره طارق تسودالي تفاعل معه الكثير، وتفاعلت معه اللاعبة المميزة والتي تألقت في كأس الأمم الإفريقية سامية حساني، والتي قامت بوضع تعليق في بوست طارق تسودالي تعبر عن حزنها، وقامت أيضا بنشر ستوري عبر حسابها الرسمي تدعو له بالشفاء العاجل.